حياكم الله مشاهدينا، تزامنا مع عام زايد ندوة الثقافة والعلوم بدبي تقيم الأمسية الشعرية بعنوان المضمون في شعر الشيخ زايد. هلكم ويانا. لا شك الحديث في عام زايد وعن زايد الخير، زايد الوالد، زايد القائد، زايد الباني، زايد الذي زاد بحكمته وعطائه وقدرته وحبه لهذا الشعب الكريم، وأيضا للشعوب العربية وشعوب العالم. أيضا عالم زايد هو إنساني بمعنى يعني الكلمة بما فيها معنى. لا شك نحن في ندوة الثقافة والعلوم نحتفل كسائر مؤسسات الدولة المختلفة في تذكير خاصة الجيل الشاب والأجيال الصغيرة اللي ما شافوا زايد. نحن اللي عاصرناه من بداية أعماله، من بداية خطواته النيرة، خطواته المنيرة لهذا الوطن. هذا الرجل يستاهل منا كل التقدير. وزايد ليس سنة نتذكر زايد، زايد في قلوب كل الإماراتيين، زايد في قلوب كل العرب، بل في كل البشر، في قلوب كل البشرية. فزايد له من الكلمات ما يتسع لها أيضا أمهات الكتب. بمناسبة اختيار هذا العام عام زايد الخير، فإحنا يعني زي ما يقول سعدنا كثيرا، لأن الأجيال الجديدة أو الأطفال ما يعرفون شيء عن الشيخ زايد. فاختيار هذا العام أن يكون عام زايد أعطانا الفرصة لتعريف الأطفال بمؤسس الاتحاد وبالمسيرة الاتحادية وكيفية بناء الدولة، وتعريف يعني تعريف الأجيال بالشيخ زايد وبما فعله من أعمال خير تساعدنا على تثبيت هذه القيم لدى الطفل. بكافة المستويات الثقافية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، فيستحق كل الأعوام أن تكون عام زايد عام الخير. الأمسية يعني هي عبارة، هي جزء قليل عن إنجازات المغفور له الله يرحمه الشيخ زايد، اللي تتحدث عن إنجازاته خاصة من يعني من بدايته، ويمكن حد ثمرة نتاجات وإنجازات يمكن لاحظها لحد هذه اللحظة من خلال التعليم، من خلال المؤسسات الثقافية اللي صارت بالبلاد، من خلال عمران، من خلال الحياة الاجتماعية والرفاهية اللي قدمتها الدولة ليس فقط للمواطنين فقط، وإنما حتى للوافدين والمقيمين. قاصر جداكم حافي يا حلوين المنشم، ولكم ضميري صافي ولغيركم ميت قاصد جداكم حافي يا حلوين المنشم، ولكم ضميري صافي ولغيركم ميت.